جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس فضيلة الشيخ عند هبوب الرياح يسب الرياح، فما حكم ذلك مأجورين؟ هذا معصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، لأن الريح مسخرة بأمر الله. تسخير الرياح، تصريف الرياح، تصريف الرياح بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي مأمورة، والذي يسبها إنما يسب الله الذي سخرها وأوجدها، هذا أمر لا يجوز. وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود لمثل هذا. نعم.